وثيقة حياتية مالية سنوية نعم تعبر عن خطة لمدة سنة نعم تحمل طموحات وآمال ورؤى في النمو في التشغيل في إعادة توزيع الدخل لكل حكومة كبيرة تعرفت العراق اليوم الدولة مثل ما سمعت منك الموازنة الإنفاق الحكومي شكل تقريبا نصف الناتج المحلي الإجمالي نعم وتأثيراته تأثيراته لا مباشرة تأثيراته غير مباشرة تصل حوالي 80% بالحياة الاقتصادية التأثير تأثير إقرار الموازنة معناها الذهاب إلى موازنة الحد الأدنى اللي هو بموجب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل أن الدولة تصرف بالحد الأدنى يعني اللي هي 1/12 شهريا من مصروفات السنة الماضية الجارية هذا تعرف هذا لا يمثل أي طموحات لا يمثل لا مشاريع جديدة ولا فرص عمل جديدة وسبب تراكمات دكتور أنا بس أريد أسألك فت سؤال أنه هذا هي الموازنة مكتوبة لو بعدها ما مكتوبة هي شوف الموازنة معدة بموجب يعني بموجب السياق الدستوري لها بموجب ما مرسوم بقانون الإدارة المالية الموازنة تعد من شهر تموز أيه؟ يعني 2021 تبدي فيكتر في شهر أيلول هي شبه متكاملة تماما يعني بالتأكيد طيب. يعني لذلك هي معدة وتعرف تأخيرها مع التطورات الاقتصادية الكبيرة الإيجابية صارت في الاقتصاد العراقي بسبب عوائد النفط ممكن يجي تعديل هنا وهناك على موضوع تمويل العجل ليس إلا يعني جيد. أما بشكل عام فهي معدلة جيد.